أمام حضراتكم جانب من معسكر تدريب المتطوعين بمدينة كسلة في السودان. يعني أعتقد بأن هذه الصور تظهر ما أشرت لحضراتكم به، هذا الأمر الذي يتمثل في حالة التلاحم الشعبي الكبيرة التي تقف خلف الجيش السوداني. معسكرات الجيش السوداني في كافة المدن بالسودان الآن تمتلئ بالشباب المتطوع الذي يود بالفعل أن يقوم بخدمة بلاده في هذه المرحلة العصيبة من عمر الدولة السودانية. والمشهد ظاهر أمام حضراتكم، الشبان يرفعون أيديهم ويشيرون إلى أنهم يمتلكون القوة بإذن الرحمن التي تؤهلهم لدحر هذا العدوان على الشعب وللتصدي لتلك المخططات التي تستهدف الدولة السودانية. طبعا هناك حالة من حالات يعني السعادة لدى القادة في صفوف الجيش السوداني، وهم يتابعون حالة الإقبال تلك من جانب الشباب على التطوع وعلى الذهاب لمعسكرات التدريب.